هل هي مشاهد لفيصل القاسم المذيع بقناة الجزيرة القطرية وهو يقاتل الجيش الإسرائيلي في صفوف حركة فتح تحت إمرة الرئيس ياسر عرفات؟ أم بوق مأجور يمارس فعل التطبيع ويفتح ساعات الهواء لمسؤولين ومحللين إسرائيليين؟ الغريب في الأمر أن المذيع نفسه الذي خرج يمتدح الجيش الإسرائيلي ودعا الجيوش العربية للاقتداء به، هو الذي خرج ليسيء لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد بعد أن نشر تويتة على موقع تويتر داعيا فيها الفلسطينيين إلى مهاجمة رمز عمان وصانع نهضتها. فيصل القاسم الذي يتقاضى أجره من حكام الدوحة لم يكن ليقدم على هذه الخطوة دون الحصول على موافقة مسبقة من المسؤولين القطريين، وهو الأمر الذي فطن إليه العمانيون الذين اعتبروا أن قطر هي المسؤول الأول عن الإساءة للسلطان الراحل. وعلى خلفية تصاعد الغضب العماني تصدر هاشتاغ مذيع الجزيرة يسيء لقابوس الترند الأعلى تغريدا في سلطنة عمان.